أهلاً بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج المواجهة. أكون مع حضراتكم على مدار هذه الساعة أنا لما جبريل. هنفتح فيها ملف الصراع الأمريكي الأمريكي، واللي كل المؤشرات تؤكد بشكل أو بآخر أنه في طريقه لذروته مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وإزاي أنه هذا الصراع واختلاف الرؤى في الداخل الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على المشهد العالمي كله. استطلاع رأي عمل الشهر الماضي كشف أنه نص البالغين الأمريكيين متوقعين حدوث أعمال عنف خلال الانتخابات الرئاسية. والحقيقة أنه 70% من اللي شاركوا في الاستطلاع قالوا أن الديمقراطية الأمريكية مهددة، و49% قالوا أنه أكيد هيحصل أعمال عنف. اللي زاد من حدة تشقق المجتمع الأمريكي هو أيضا ما يحدث في تكساس حاليا بعد رفض غريك أبوت حاكم تكساس تنفيذ قرار المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لعناصر حرس الحدود الفيدراليين بإزالة أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة المثبت على طول الحدود مع طول حدود الولاية طبعا مع المكسيك، وهو أمر ينذر باشتعال حرب أهلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وانضمت حوالي 25 ولاية حكامها من الجمهوريين إلى تمرد ولاية تكساس. لكن هل مخاوف الحرب الأهلية هي موسمية بمعنى أنها تتجدد بسبب الانتخابات فقط؟ وهل ينهار النظام الفيدرالي الأمريكي؟ محاور عديدة هنناقشها مع ضيفي الكريم في الاستوديو دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. ولكن قبل بدء هذا الحوار خلونا نستعرض أبرز أوجه تشقق المجتمع الأمريكي خلال السنوات الماضية. من جديد بجدد التحية بحضراتكم وضيفي الكريم في الاستوديو دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية دكتور، ومع احتدام الصراع أو الانتخابات الأمريكية مبكرا جدا الحقيقة، يعني في انتقادات طبعا عديدة، من أبرز انتقادات الرئيس الأمريكي أو رئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب لتعامل الإدارة الأمريكية الحالية مع الكثير من الملفات أو الصراعات، أوكرانيا روسيا
الصين، التعامل مع ملف غزة وغيرها من نقاط التوتر الحقيقة في العالم، وانخراط واضح للإدارة الحالية مرة أخرى في الشرق الأوسط بشكل أو بآخر. كيف تقرأ هذه الأحداث؟ هو بالتأكيد طبعا الأمور مرتبطة بالعملية الانتخابية، لكن في ثوابت في إدارة العملية الانتخابية الأمريكية، دي ثوابت ومعطيات راسخة إنه المواطن الأمريكي أو الجمهور الأمريكي دائما ما ينظر الملفات الداخلية الأول إلا فيما يؤثر في القضايا الخارجية. يعني لما حضرتك تديله تسحب مخصصات مالية في الكونجرس أو مجلس الشيوخ أو في اللجان المخصصات يبدأ يهتم، لأن دي هتأثر على نمط معيشته، على زيادة الضرائب التراكمية التصاعدية، دي كلها أمور تؤثر على مزاج الناخب الأمريكي والجمهور الأمريكي في شرائح معينة، وبالتالي يبدأ ينتبه إلى أن هذه التدخلات في العالم أو فرض مخصصات مالية هيأثر على نمط معيشته، فبالتالي يبدأ يركز في اهتماماته. النخب الأمريكية بتوجه في ده، يعني في شرائح خاصة بالملونين، بالجاليات العربية الإسلامية، في أنماط ثابتة في عمليات التصويت لا تتزحزح، يعني معروف في حاجة اسمها معاقل التصويت بالنسبة للجمهوريين والديمقراطيين. صحيح. أي حد بيبقى قاعد عارف، وفي الولايات المتأرجحة اللي هي ترجح نسبة كذا، فدي ثوابت. اللي حاصل في هذه الفترة حضرتك بتشيري إليها إن في بالفعل مخاوف أمريكية حقيقية بيطرحها أكاديميين وسياسيين، إنه الأمة الأمريكية تتعرض لخطر، مش اللي حاصل في تكساس ولا طبعا المكسيك والخلفيات بتاعة السور، ودي من أيام الإدارة السابقة، وما يجري الآن جزء من العلاقة الفيدرالية بين الولاية وما بين الفيدرالية الأمريكية أو الحكومة الاتحادية، فبالتالي في مشاكل متعلقة بالجمهور اللي هو بيؤثر في هذا، وهو جمهور رئيس الأمريكي السابق ترامب. هو بيتعامل بمنطق مش عشوائي أو فوضوي فقط، لكن بيتكلم من ضرورة الحفاظ على المصالح الأمريكية. المكسيك طبعا الناس فاهمة أنه طبعا هي كانت طبعا تكساس جمهورية أصلا، جمهورية مفصلة قبلها كانت ضمن كانت تبع المكسيك يعني. بعد الاحتلال الأسباني، فبالتالي في خبرات سابقة حتى الولايات المتحدة اعترفت بها كجمهورية، لكن موضوع الانفصال يجب أن يؤخذ بحذر، الأمور والظروف مختلفة. لكن في يعني تصور كبير لدى بعض الليبراليين الأمريكان اللي هم بيسموهم محدثي التجربة الديمقراطية التعددية الليبرالية في أمريكا، إن إحنا أمام إشكالية حقيقية. هل الأمة الأمريكية والأمة الفيدرالية هل معرضة للتفكك على غرار نموذج السوفيتي؟ فتملي يحلو ليهم إنه ده بداية ممكن انشقاق وكذا، بالإضافة طبعا الولايات اللي حضرتك أشرت إليها بالحلقة، إن أنت في 25 حاكم جمهوري عايز يقلده، يبقى في تعاملات خارج هذا، فده هل ده يمثل نمط؟ قولا واحدا لا يمثل نمط. الأمة الأمريكية صحيح انها بتعاني من مشاكل حقيقية ومشاكل كبيرة، وفي تفسخ في المجتمع وفي حالة من الفوضوية من الانتخابات الماضية، لكن خلينا نشير لبعض النقاط الرئيسية. هو انه الرغبة في الانفصال اذا تم مش هيتم في ولاية واحدة، ومش هيتم نتيجة سور والمكسيك والثوابت اللي دي، لأن دي أمور زي ما كنت بقول لحضرتك يوميا في الولايات المتحدة، زي أحداث العنف والإرهاب اللي موجودة في الولايات الجنوبية، والتعامل مع الزنوج والتعامل مع قضايا السود والتعامل مع الجاليات، دي حاجات ثابتة يومية حضرتك في الولايات المتحدة، وانت بتتعاملي معها بتتعاملي على دي ثوابت الأمة الأمريكية، نسبة العنف، نسبة التطرف، نسبة الإرهاب، كل يوم في أمريكا أعمال موجود. لكن التركيز عليها لا يتم صورة كبيرة. لكن هذه المرة الأمر مختلف، إن الأمة الأمريكية منقسمة ما بين الديمقراطيين والجمهوريين بالفعل حول قضايا رئيسية، تبدأ بموضوع غزة. غزة ده عنوان رئيسي في هذه الانتخابات، لأنه القضية في صراع الجمهوريين والديمقراطيين حول المخصصات، أوكرانيا ولا غزة، ففي مشكلة متعلقة عايزة تقنع المواطن الأمريكي انتبه، ده في حاجة اسمها غزة، في حاجة اسمها إسرائيل، أمن إسرائيل قضية محسومة في الولايات المتحدة حضرتك، لا مجال للخلاف. حتى وإن كانت نسب بتخرج بشكل أو بآخر عن فئة من الشباب أو الأمريكان من أصول عربية أو لدعم بطبيعة الحال القضية واختلاف التصويت أو دعم أي مرشح في وجه بايدن نظرا لما حدث في خلال ولاية الإدارة الحالية، أنا قصدي أنه ده لا يمثل تغيير
في مش تغيير مفصلي الأساسيات الأمريكية يعني بدعم إسرائيل، يعني تغيير مش مفصلي أو هيكلي في الاستراكشر بتاع بنية نمط التصويت، لأن حضرتك هتختاري بين سيء وأسوأ يعني عشان نكون واضحين تختاري بين سيء وأسوأ في هذا الإطار. وبالتالي موضوع الكليات العربية والإسلامية أنها هتأثر بصورة كبيرة، وموضوع أنها لا تعطي صوتا أوليا أو تأثير في العملية الانتخابية للرئيس جو بايدن، ده أمر يعني محل اختلاف كبير. الشريحة دي نسبتها كام في الخريطة الانتخابية؟ يعني عشان نكون واقعيين نسبتها كام في المجتمع الأمريكي أو في عملية الفوتنج التصويت اللي انت هتشتغل عليه؟ بس هل لاحظت يا دكتور الكثير من إشارات العنف السياسي، إنجاز هذا التعبير، من هم يعني يؤيدوا ترامب أو موالين لترامب أو ترامب نفسه، أو العودة مرة أخرى لصورة لو حضرتك تتذكر الكابيتول في 2021 تحديدا بعد خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية وما حدث من فوضى، وهذه الصورة عادت إلى الأذان مرة أخرى مع طبعا عودة ترامب في الراليز أو في الدعاية الانتخابية له. هل في مكان أصبح أكبر للعنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب الانتخابات؟ هو ظاهرة العنف موجودة في المجتمع الأمريكي، وكننت وشرعت منذ حوالي من الإدارة السابقة وقبل حتى إدارة الرئيس ترامب، في جزء منه موضوع حيازة السلاح. نعم. ودي كانت مشكلة كبيرة في الكونجرس وتم تشريحها وتقنينها بصورة كبيرة، حملت السلاح ومين الشرائح اللي يحملها والموافقات، بس ما زالت منتشرة وموجودة ومنتشرة وحتزيد في المجتمع الأمريكي، لأنه المجتمع أحداث العنف في العالم تشوف التقارير الدولية، لا الولايات المتحدة بتحتل يعني مكانة متقدمة في هذا، وده مش مقتصر على شريحة واحدة في هذا الإطار. لكن خلينا أقول أنه اللي بيواجه الرئيس الأمريكي الحالي مش موضوع تقدم السن، أو لأنه الاثنين في سن تقريباً متقدم قريبين. وبالتالي الأبيض مش سن فبتكلمي حضرتك شريحة عمرية كبيرة متقدمة، لكن هناك تيار قوي اللي هم احنا بنسميهم الراديكاليين التقدميين في الحزب، دول مجموعة من الشباب وعايزين يغيروا الأمة الأمريكية، ويقول لك الأمة الأمريكية الآن بتتعرض لخطر كبير، وبالتالي علينا أن ننتبه أن احنا عايزين نعود بالقيم الأمريكية. القيم الأمريكية اللي هو بيكلم حضرتك على النموذج الأمريكي في العالم، النموذج الليبرالي الديمقراطي التعددي اللي هو بالظبط اللي هو حاول عمله ترامب وأساء ليه. هم عندهم النموذج، والنموذج ده قادة الحزب من الشباب اللي هم الحزب النهاردة حزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، بيشهد حالة حراك حزبي كبير يفصل لحضرتك عدد من السياسات الكبيرة. الديمقراطيين عندهم مشكلة انه في انقسامات داخل الحزب رأسية وأفقية، وانا في تقديري ربما ستكون المفاجأة انه لا يصل الرئيس جو بايدن عكس كل ما هو متوقع الى العملية الانتخابية في الاخر، لانه هناك طبعا طعون في موضوع السن، موضوع نشاطه الحزبي، في قضايا مرفوعة أمام محاكم اتحادية بعدم القدرة على التقاط الأحداث وغيرها، في أمور كتيرة قوي حتى لو مش هتسيء لي إن هو يكمل السباق هتأثر على إدارة العملية الانتخابية. خلي بال حضرتك إدارة العملية الانتخابية دي وراها شركات ميديا كبيرة جدا في العالم طبعاً. وشركات متعددة الجنسيات بتشتغل على متغيرات، بمعنى إنه في قضايا لنجل الرئيس جو بايدن طبعاً. هل تمس مسؤولين؟ القضايا دي جزء منها هو تشويش على الحملة الانتخابية زي اللي حصل للرئيس ترامب، انه ممكن يصل الى النهاية، وانت حضرتك تابعتي المناظرات ووصل لغاية فين وحقق في اكبر ولايتين نسب تقدم. النهاردة المشكلة الرئيسة اللي بتواجهه ايه؟ انه ممكن المحكمة العليا الفيدرالية تمنع ترشحه، فبالتالي يصل العملية الانتخابية، فبالتالي يبقى في مأزق في عملية الترشح، لأن المشرعين لن يصمتوا، لأن في لعبة كبرى ما بين الحزبين، وربما تصل في النهاية الى انه الرئيسين لا يترشح، يعني برغم كل ما يجري الآن، لأنه الولايات المتحدة الآن في مأزق حقيقي. الآن قطاعات كبيرة من المجتمع الأمريكي بتتحدث عن المساس بالنموذج الأمريكي، حالة الارتباك في إدارة الملفات المتعددة سواء مع المكسيك، مع دول حلف الأطلنطي، حتى في النطاقات الاستراتيجية، حتى مع الصين. فحضرتك عشان تقنعيني أن البرنامج الانتخابي لكل الحزبين يلقى قبول مش هيحصل، لأنه القضية مكررة. النهاردة رئيس السابق ترامب، تعامل من يسكن البيت الأبيض بيختلف في القضايا الخارجية بشكل كبير، يعني ممكن صحيح. القضايا الداخلية هي قضايا ثابتة بالنسبة لأي كان من يعني موجود كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، بس التعاملات الخارجية أو السياسة الخارجية بتختلف يعني حسب هوية ساكن البيت الأبيض، لكن يعني. زي ما قلت لحضرتك بتختلف على حسب الظروف والأجواء. أنا النهاردة ليه قلت لحضرتك احنا بنختار ما بين السيء والأسوأ؟ لأنه الرئيس السابق لم نأخذ منه شيء، بالعكس ده أساء مثلا للقضية الفلسطينية، اعترف بالقدس عاصمة، نقل السفارة
الإدارة عمل إجراءات كبيرة، فأنا حينما أراهن على عودته أنا براهن على خيارات تبدو صفرية بالنسبة للقضية الفلسطينية. ده بالعكس ربما يطور أموره، هو بيتحدث عن خيارات تبدو صفرية للدفاع عن أمن إسرائيل، فهو بالتالي بيكلم اللوبي الصهيوني، بيكلم إيباك، بيكلم بيحاول يعني يتلاشى دور الجيستريت اللوبي الآخر، ففي تجاوزات كبيرة. هذا الرئيس الأمريكي النهاردة القضية مش انخفاض شعبيته حضرتك، هو انخفاض أداؤه السياسي والحزبي، إنه الرئيس الأمريكي لم يقدم بالنسبة لينا إحنا الشرق الأوسط لم يقدم لنا جديدا، بالعكس هو الولاية الأولى انتصفت، لم يقدم رؤية، لم يقدم مقاربة، لم يقدم أي يعني تصورات. كان فاكرة حضرتك لما كان عندنا رؤية كلينتون، كان عندنا رؤية الرئيس بوش الابن، كان عندنا رؤى بالنسبة للقضايا، هم لم يقدموا رؤية. بالمناسبة لا ترامب ولا أيضا الرئيس جو بايدن قدموا بالنسبة للشرق الأوسط في قضايا عديدة لم يطرحوها، وبالتالي عشان كده أنا بقول لحضرتك الاختيار بالنسبة كعالم عربي إن إحنا بنختار بين سيء وأسوأ. بس بين سيء وأسوأ، ولكن دكتور هل تورط الإدارة الحالية بشكل أو بآخر وانخراطها في أعمال عسكرية في المنطقة تعني قدوم ترامب بشكل أكبر؟ هل يعني ده وارد ربما هيبقى التصويت المعاكس، انه الجمهور الامريكي الان بيجد انه في حضور عسكري واستراتيجي في الاقليم. الولايات المتحده بالفعل مثلا مع هذا الرئيس بعدت في الفتره الاولى زي ما حضرتك تذكري عن منطقه الشرق الاوسط لاعتبارات حزبيه، وانتبهت لجنوب شرق اسيا، دي الكلاسيكيات بتاعت الاداره. قبل ان تنتهي هذه الاداره انخرطت الاداره الامريكيه في اعمال عنف وحرب على اكثر من جبهه نتيجه لارتدادات حرب غزه. ليه انا قلت غزه عنوان رئيسي؟ لانه ارتداد حرب غزه اللي حضرتك بتشوفيها، المواجهه في اليمن، المواجهه في سوريا، المواجهه في العراق، في مواجهات كثيره. الخطوره هو عسكره السياسه الخارجيه الامريكيه فيما تبقى من الاشهر المقبله، بمعنى انه ألم تعسكر بالفعل طبعا؟ لا، هو النهارده استخدام القوة العسكريه الممنهجه في الاقليم بدات نتيجه تضرر المصالح العسكريه المصالح الاقتصاديه الكبرى في الاقليم، بمعنى ان حضرتك دفعت عن امن اسرائيل، دخلت طرف شريك، الولايات المتحده طرف شريك ومحرض لما يجري في اسرائيل. حتى هذه اللحظه لا يوجد انخراط حقيقي في وقف اطلاق نار من الاداره الامريكيه، فالولايات المتحدة شريك ومحرض ومتواطئ مع هذه الحكومة. الإدارة الأمريكية طلبت تغيير المكونات الائتلاف الحاكم في إسرائيل، لم يستمع نتنياهو إلى دعوة الرئيس الأمريكي. طالب بضرورة أن تكون هناك رؤية في بالنسبة للترتيبات السياسية والأمنية، وحضرتك شفتي حجم اللقاءات الموجودة. بلينكين أهو في المنطقة للمرة الكام جاء المرة الخامسة ولم يقدم أي رؤية. هو بيطرح أفكار ورؤى. طب بما حضرتك ذكرت بقى زيارة بلينكين، توقعات حضرتك إيه للزيارة الخامسة على التوالي للمنطقة؟ بدأت بالمملكة العربية السعودية، طبعا هيكون من ضمنها مصر طبعا. هو طبعا في التقدير انه هو جاي يسمع وينصت لبعض الافكار والرؤى المطروحه الخاصه اللي متقدمه. هتقولي لي طب ايه الجديد اللي جايبه؟ هو جاي بيسمع لحضرتك باعتبارك ان انت الدوله الرئيسه اللي هو بيتحرك من خلالها. يعني صحيح احنا كنا اخر دوله في الجوله الماضيه ولم يقدم رؤيه او مقاربه فيه، واستمع لبعض الافكار. بس قبل ما ياتي انا عايز اذكر حضرتك بعده امور. واحد، انه الاوروبيين طرحوا مبادره 10 نقاط والبريطانيين طرحوا 5 نقاط. اقري دي واقري دي، هي مبنية على الخطة المصرية، الخطة المصرية الشاملة لثلاث مراحل الرئيسية اللي مصر قدمتها. الأوروبيين عملوا إيه؟ اختصروا بعض النقاط الرئيسية وحطوها في 10 نقاط. البريطانيين عملوا إيه؟ نفس القصة، 5 نقط رئيسية وهكذا. هو جاي النهاردة من المفترض إنه بيسمع ويتمم فكرة الترتيبات السياسية والأمنية. قبلها كان كما تعلمي لقاء باريس، ولقاء باريس كان لقاء أمني وله اعتباراته مع الأطراف المعنية المباشرة. النهاردة بنتكلم سياسة، السياسة بتمضي في إطار الترتيبات الأمنية. واحد، الإدارة الأمريكية كي يكون لها مصداقية يبقى لازم توقف إطلاق النار حتى لو تكتيكي، احنا مش بنقول ضغط على الحكومة الإسرائيلية. النهاردة في ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية للأمانة تقتضي إنها بالفعل الحرب هيبقى فيه امور تكتيكيه لمواجهه الحرب، لكن مش هنتكلم في اطر عامه. النهارده بالفعل في تفويت كامل لرئيسي الجهاز الموساد وجهاز الامن الداخلي شباك، هذا معناه ان التفويض خلاص الاسرائيليين وافقوا. يعني سيبك بقى حضرتك التفاصيل، نتنياهو يطلع يهاجم ويقول مش دي، ده خطاب للجمهور الاسرائيلي وجزء منه الدعايه والاعلام لكن الجزء الرئيسي هم وافقوا. طب الكره في ملعب مين؟ الكره في ملعب حماس.
الآن الكرة في ملعب حماس، حماس لابد أنها تبقى في مكون ضمن مكونات المعادلة الفلسطينية، فمش هتخرج من المشهد، هتبدأ تنور معاك على الأعداد. النهاردة حفرك عن 40، كم أسير مقابل ده؟ هي دي نقطة مهمة جدا. نعم. هيمر الأمر بيها أنها تبقى ضمن المعادلة. المعادلة بمعنى إيه؟ مش مهم القطاع يتهدم، مش مهم القطاع يتم تقويده بالصورة اللي حضرتك شايفها، المهم أن تبقى في المعادلة، المعادلة الفلسطينية التي تشكل. هتقولي لي ده بقى يعني تعادل ده الإفراج عن عدد الأسرى مقابل عدد الشهداء؟ لا، إحنا بنتكلم هنا سياسة، إنه كل طرف بيحقق مصالحه. الحكومة الإسرائيلية ليها مصالحها الكبرى اللي هي بتتعامل فيها سياسة وانفرادة أيضا، وبالتالي في جزء مما يجري هو مرتبط. الإدارة الأمريكية بتراقب هذا. بلينكن ليس لديه ما يطرحه كمقاربة، عشان أكون أمين مع حضرتك، هو جاي يتمم في الإقليم ويسمع وينصت أكثر ما يطرح. بمعنى إيه دكتور ليس لديه ما يطرحه كمقاربة؟ أنا بس يعني حابة أسأل حضرتك فيما يتعلق أنه أصبح واضح جليا أنه الأمن الإقليمي مرتبط ارتباط وثيق بأمن أو بغزة بفلسطين. تمام. وده الخطاب العربي المصري الدائم، انه امن هذه المنطقه من امن المنطقه باكملها، وامن فلسطين من امن المنطقه باكملها. في هذا الاطار كيف لا يكون هناك تحركات كاوراق ضغط او ما شابه لوقف نزيف ما يحدث الان بطريقه سياسيه بحته؟ يعني لانه تضررت ايضا المصالح الامريكيه في المنطقه بشكل او باخر من وراء ما يحدث في غزه. صحيح. راي حضرتك ايه في الصوره بشكل؟ حضرتك لن تتدخل الاداره الامريكيه وتضغط على الحكومه الاسرائيليه لوقف اطلاق النار الا اذا تضررت مصالحها في الاقليم بصوره كامله. ما يجري الان، لا لسه. ما يجري الان في استهداف الحضور العسكري الامريكي اللي ضرب حضرتك منشاه هي قاعده عسكريه في منطقة، ثلاث جنود اتعمل لهم شو قوي في امريكا، ده جزء يعني من مخاطبة الجمهور والجانب الامريكي. كما اتكلم على الفعل النهاردة، اذا تضرر هذا الوجود العسكري الامريكي من هذه الاطراف الوكيلة سواء من اليمن في سوريا العراق وامتداده للحدود الاردنية، لابد الولايات المتحدة ان تتدخل. ده البعد العسكري، الهيبة الامريكية من تضرر مصالحها في الاقليم. وبالتالي هتقولي حجم التأثير، لا التأثير لم يأتي، يعني ما تضربش قواعد عسكرية في الاقليم. خلي بال حضرتك، الصراع منضبط حتى الان. نعم. لم يخرج عن الاطار. الاطراف الوكيله تعرف كيف تتعامل. ايران بطبيعه الحال بتسجل حضور وحضور، تسخن جبهه تبرد جبهه، اليمن تزيد شويه نقل شويه على حزب الله. واعتقد كله مدروس انه لا يزيد عن الحد حتى لا تتدخل بشكل اكبر الولايات المتحده الامريكيه هو ده عسكريا. الخيار يعني. الخيار المنضبط احنا بنسميه حضرتك في التحليل الخيار المنضبط، ان هو المحسوب والحذر، بمعنى ان حضرتك ايه بتتحركي في اطار منضبط، وده مش هيخرج عن الاطار. الحديث ان الولايات المتحده تستهدف ضربه عسكريه لايران، ده الخيار شمشون حضرتك، لن يتم. والطرفين في قدره ردع وردع مقابل، فمحدش هيتكلم في امكانيه ضرب ايران، ده كلام مش هيحصل. عايز يستهدف هيستهدف. النهارده الحضور العسكري والاستراتيجي اللي في منطقه الخليج للايرانيين كبير. انا هفكر حضرتك يعني حينما قررت ايران الولايات المتحده اغتيال قاسم سليماني، تمت العمليه بصوره مباشره ورساله مباشره. نعم. من قبل ايضا ايام ريجل، لو حضرتك فاكره الفرقاطه البحريه الكبيره لايران. نعم. في نفس التوقيت. فبالتالي في جزء من الرسائل اذا ارادت امريكا ان يعني تتجاوز الخطوط الحمراء، لا ايران ولا الولايات المتحده هتتجاوز الخطوط الحمراء. هذا صراع منضبط بالنسبه للطرفين. مفهوم. خليني ارجع للنقطه المتعلقه بالداخل الامريكي. هل الخلاف في الداخل الامريكي موسمي، بمعنى دكتور انه بيشتعل مع اقتراب الانتخابات؟ بالتاكيد. هو طبعا في قضايا بتطفو على السطح وفي قضايا ثابته. البرامج الحزبيه حضرتك، المواطن الامريكي لا يهمه البرامج الحزبيه بالمناسبه. نعم. هو يهمه القضايا ذات الاولويه في الفتره اللي هتجرى فيها العمليه الانتخابيه. يعني النهارده لو بتدي حضرتك اجريه الانتخابات اليوم، النهارده مش هقول لسه حضرتك في الفتره المحدده، انا بتكلم النهارده، شعبيه مين الاعلى؟ النهارده شعبيه الرئيس الامريكي السابق ترامب في القمه. لكن إذا حصل أي أحداث سياسية هتفرض نفسها على تغيير المواطن الأمريكي، برغم أنه هو يعني منتمي إلى الحزب حزبه وبالتالي يصوت ليه، لكن ما فيش في أمريكا ظاهرة الأصوات العائمة حضرتك. يعني موضوع الصوت المرتبك، الصوت العائم، ده ما بيقومش في أمريكا. المجمع الانتخابي منضبط. صحيح. وبالتالي العملية دي مستمرة، ما نقلقش منها، لكن بتحدث أثناء العملية الانتخابية بطبيعة الحال. احتمالية نجاح دونالد ترامب وعودته لرئيس لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت واضحة بشكل أو بآخر. من خلال الأرقام ومن خلال وجوده هو، إيه نقاط الضعف اللي استغلها في حديثه للناس يعني في الولايات المتحدة الأمريكية حتى
يعني تربع بهذا الشكل، ولا حضرتك رأيك إن هي يعني مسألة السياسات السابقة للإدارة الحالية؟ لا، هو مش ترجيح ما بين الرئيسين السابق والحالي، لا، هو هذا الرئيس من الذكاء إن هو بيعبر عن تيار شعبوي فوضوي في أمريكا. حش منتبه إنه التيارات المستقرة في أمريكا والنموذج الأمريكي كنت بكلم حضرتك فيه، هو النهاردة تهز بصورة كبيرة إن الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها في العالم. بتكلمي العالم على القيم السياسية، بتكلمي عن النموذج الليبرالي اليوم، طبعا الواقعة الاقتحام الكونجرس والملابسات اللي دارت بينه لم تخرج من أذهان العالم. إن أنت شايفة الأحداث دي، الولايات المتحدة كنت تقعدي تقولي كده. النهاردة نقطة من أول السطر، في تيار فوضوي شعبوي يميني متطرف في المجتمع الأمريكي نسبته كبيرة. هو كلنا بنقول على الرئيس السابق، لا، ده هو ده تيار بصرف النظر هو موجود أو مش موجود. وده يفصل لحضرتك ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي. ليه المجتمع الأمريكي ارتفعت حالة العنف بهذه الصورة؟ ليه المجتمع بيتجه لليمينية في هذا التوقيت بهذه الصورة؟ طبعا في دول في العالم كتيرة جدا، ودول أوروبية خلال كم سنة اللي فاتت من أول إسرائيل بقى وحضرتك في عدد في دول أوروبية كتيرة وحتى في أمريكا اللاتينية أنظمة الحكم تتجه لليمينية. صحيح. لكن الجمهور الأمريكي عايز إيه دلوقتي؟ عايز استعادة هيبة النموذج الأمريكي في العالم، عايز دولة النهاردة تسود العالم. في صراع، القضية مش انقسام الأمة الأمريكية وتفتتها وتخرج الولايات بعضها من بعض وكم ولاية، لا، القضية مش كده. القضية هو تماسك المجتمع الأمريكي، مناعة الدولة الأمريكية في العالم. عندهم مناعة وطنية، الأمريكان لازم نعترف بذا، لكن عندهم مشاكل تلال من المشاكل. كلمي على الهجرة، مش نتكلم على السور والمكسيك، تكلمي على موضوع الهجرة غير شرعية. نعم. استيعاب الأمة الأمريكية لحجم المتغيرات في العالم، التدخل العسكري، انت حضرتك بتتكلمي على منطقة الشرق الأوسط، لكن قبل أحداث غزة كانت موضوع الصين، ان انت حضرتك متواجدة في العالم في كم مصر عمليات، ماذا فعلت الأمة الأمريكية؟ دي أسئلة مشروعة في الولايات المتحدة بتطرح على فكرة على مستوى المقالات، على مستوى الأحاديث، على مستوى الإعلام، على مستوى السياسيين. ماذا قدمنا للعالم؟ إحنا دخلنا في مسار عمليات عديدة لكن لم ننجز شيء، لم نعد الهيبة الأمريكية الكبيرة، لم نتجاوز مرحلة الإدارة السابقة. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك اختصارا إن إحنا بنختار بين سيء وأسوأ، فما بال حضرتك الأمريكان هيختاروا بين إيه؟ يعني حتى المرشحين الكبار اللي كانوا موجودين حتى هذه اللحظة لا يزنوا، يعني خلينا أكون أمين مع حضرتك، لا يزنوا، يعني لا يزنوا في المواجهة. وبالتالي الطرفين برغم تقدم العمر والسن وما إلى ذلك، القضايا ده عنده قضايا وده عنده قضايا، التحقيقات ده عنده تحقيقات وده عنده تحقيقات، المحكمة العليا رفع قضايا اتحادية ولسه الفيدرالية العليا. بالتالي كل رئيس ورئيس، هل الحل وده مطروح في أمريكا إن يخرج مرشح مستقل؟ هذا هو السؤال اللي ربما يكون مطروح خلال الأشهر المقبلة، إن يخرج مرشح مستقل تدفع قانونياً وارد أو دستورياً وارد طبعاً وارد تدفع به الدولة العميقة في أمريكا، لأن الولايات المتحدة في مراحل معينة وجدت صعوبات كثيرة. بعد 11 سبتمبر زي ما حضرتك فاكرة كان الهدف لأجهزة المخابرات الأمريكية والوكالات اللي اتعملت والتحديث اللي حصل فيها ألا تواجه أمريكا 11 سبتمبر آخر، فخرجت تحارب العالم، من ليس معنا فهو ضدنا. النهاردة النموذج بيتكلمه، النهاردة نحن نعيد هيبة النموذج الأمريكي للعالم ونقدم أمريكا الجديدة. النهاردة الرئيسين لا يلقوا قبول، برغم بقى ان ده انخفاض شعبيته وده بيمثل تيار شعبوي والميديا، بس ترامب يمثل سياسه من ليس معنا فهو ضدنا بشكل واضح بصورة وصريح، يعني بصوره واضحه. لكن هم ايضا يروا الرئيس الحالي انه ضعيف، ان شعبيته انخفضت، انه مرتبك في اداره القرارات والملفات، انه ترك امريكا للوبي اليهودي والمنظمات اليهوديه والصهيونيه، انه خضع لاسرائيل، انه لم يستطع ان يوقف الحرب في اسرائيل. ففي اتهامات كثيره لهذا الرئيس، عشان كده احنا بنتكلم فيه انه هذا الرئيس اذا استمر أو نجح أنها يصل هتبقى لحظة أخرى في حياة الأمة الأمريكية. يقال أنه أكثر المتضررين إذا جاء مرة أخرى للحكم، طبعا أتحدث عن دونالد ترامب، هي أوروبا بشكل أو بآخر. يعني شوفي أوروبا لأنه مش مع التعددية، هو مع الولايات المتحدة الأمريكية تكون الأفضل، هي الأول، مش مع الانخراط في التعددية والاتفاقات الجماعية والنيتو والمناخ. لا شوفي، هو حضرتك هو طبعا عنده مشكلة مع الأوروبيين، هو رافع شعار عليكم أن تدفعوا ثمن الدفاع عن أنفسكم، والشعار ده مش هيتراجع عنه. وبالتالي هو مش عايز يطور حلف النات، وبيقول لك إيه حلف الأطلنطي ده ملوش أي لازمة، وبالتالي هم يدفعوا ثمن الدفاع عنهم. هو بيتكلم بلغة صريحة، الأوروبيين في مأزق زينا في الشرق الأوسط، يعني بصورة أو بأخرى، إن هو إحنا بنواجه مشكلة مع رئيس قدم ما لم يقدمه الرؤساء للجانب الإسرائيلي، فلدينا تخوف إذا جاء هذا الرئيس برغم كل ما يطرحه من رؤى، لأنه هو أضر بالقضايا العربية، ترك الملفات العربية مفتوحة
مفتوحه، ادرب القضيه الفلسطينيه، فبالتالي في تخوف من هذا الرئيس ان يعود، لكن مع الاوروبيين لا، ده نقطه من اول السطر، لانه لكنه للامانه خدم الجانب الامريكي في ملف الصين مثلا، خدم الجانب الامريكي في اتفاقيات التجاره، في البيئه، في التنميه، المشروعات اللي عملها، كل ده الاصلاح الاقتصادي اللي عمله، نسب التضخم ويتباهى بهذا، انه لم يورط الامه الامريكيه في حروب ونزاعات، وبالتالي كل ده اللي بيتكلم فيه هذا الرئيس السابق يلقى شعبيه كبيره في هذا الاطار، لكن انا اعتقد انه هيطور خطابه اذا استمر ودخل انتخابات ووصل الى النهائي، ما لم تكن هناك مفاجاه في ان المحكمه العليا تصدر حكما بعدم، وده وارد بالمناسبه بنسبه كبيره، لان المشرعين بيقدموا في الايام دي الادله والاسانيد شبه النهائيه، فبالتالي خلال الثلاث اربع شهور القادمه يمكن ان يحجب ويتم ايقافه، وطبعا وقتها تحدثي عن العنف الحقيقي في الولايات المتحده، نتوقع سيناريو مشابه لما حصل في الولايات المتحده في الكابيتول. فاصل قصير لو تسمح لي يا دكتور، مشاهدينا الكرام وقفه قصيره، نكون في انتظار حضراتكم من بعدها. من جديد برحب بحضراتكم، ما زلنا في إطار الحديث في حلقة اليوم من المواجهة حول الصراع الداخلي الأمريكي مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في توقيت أعتقد مختلف تماما، يشهد الكثير والكثير من الأحداث والبؤر الساخنة حول العالم. ضيفي الكريم في استوديو دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور، الحقيقة أنه دونالد ترامب هدد في حديث له قريب من نشوب حرب عالمية ثالثة إذا أعيد انتخاب جو بايدن. احنا بقينا بنسمع كتير قوي هذه الفترة حرب عالمية ثالثة، هل هناك تفسير لذلك؟ هل هذا وارد أصلا بين القوى العالمية يعني أن يدخلوا في مثل هذا الصراع؟ يعني شوفي، هو موضوع الصراعات الإقليمية ممكن أن تؤدي إلى حرب عالمية، إحنا في صراعات إقليمية متعددة في العالم، يعني لكن ربما لا ننتبه أو نركز فيها. النهاردة حضرتك ما تسمعيش على الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسمعيش على النزاعات الموجودة في آسيا، ما تسمعيش على الصراعات الحدودية في أفريقيا، كل ده موجود بس إحنا مش مركزين عليه، بطبيعة الحال في أزمة بتفرق على أزمة معينة، الحرب في السودان وهكذا، ففي جزء من ده نظرية بتقول لحضرتك انه في حروب إقليمية قد تؤدي الى وقوع حرب دولية متعددة الأطراف اذا دخلتها أطراف. النهاردة الفواعل من غير الدول في الإقليم، الفواعل من غير الدول، بتكلمي حضرتك على الميليشيات والفصائل وشركات الأمن والمجموعات اللي حضرتك عارفها، بتؤدي دور الدولة في صراعات قد تتعدد، يعني الصراع ممكن بتاع غزة ده زي ما شفتي حضرتك ارتدادات حرب غزة أدت إلى دور للفواعل من غير الدول، وبالتالي تصعيد المواجهة، ربما في أي لحظة في تقدير الشخصي تنشب حرب إقليمية متعددة بالخطأ. يعني أنت تتكلمي في مناطق لا يوجد فيها أنصاف حلوة أشباه خيارات، منطقة باب المندب البحر الأحمر، مناطق التماس الاستراتيجية، فبالتالي وفي حشود عسكرية زي اللي كان موجود في جنوب شرق آسيا أثناء الحرب الروسية الأوكرانية وبالمناسبة موجود. لكن النهاردة في إيه؟ في اتفاق على ضبط المواجهات والصراع، زي ما قلت لحضرتك من شوية إيران والولايات المتحدة، لا أحد من الطرفين عايزين يوصلوا إلى الخيار صفر، إن لازم الأمور تمضي في إطار إدارة الصراع. هتقولي إزاي؟ طب ما هو الميليشيات والوكلاء بيأدوا دور، لكن ليس موجع للولايات المتحدة، ما وقعش في المواجهة مش 3 جنود، لا 40 أو 30، 300 400، إذن العملية منضبطة، ما فيش مصالح أمريكية تعرضت للخطر، بالعكس القوى المركزية الأمريكية بتأدي دورها وبتشتغل في الإقليم، شكلت تحالف، عملت كذا، فعندها الرؤية دي. لكن موضوع حرب عالمية عالمية على الغرار التقليدي لن يحدث، هي صراعات إقليمية قد تؤدي إلى مواجهات دولية تدخلها أطراف أخرى. فيما يتعلق بالرد الأمريكي في سوريا والعراق لضربات التي وجهت للقاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، في نفس اليوم خرج بيان للبيت الأبيض يشير إلى أنه هذه الضربات ليس لها أي علاقة بضربات تحالف حرس الازدهار أو حرس الازدهار في البحر الأحمر أو ضربات على اليمن، طبعا فيما يتعلق ردا يعني على ما يحدث في البحر الأحمر، هل يمكن ربط هذه الضربات ولا يعني بالفعل هي أمور مستقلة عن بعض؟ لا، هو النهاردة الهدف هو تشتيت القوى الأمريكية في الإقليم، يعني أن حضرتك تضربي في اليمن بعد يومين تسخني جبهة العراق سوريا، تهدي مع الحدود الأردنية السورية، تشغل جبهة حزب الله، مين اللي بيدير ده؟ ما هو دي نقطة مهمة حضرتك، مين اللي بيدير هذه الصراعات بهذه الصورة؟ مين اللي بيدي التعليمات؟ مين اللي بيصعد مستوى الخلاف المنضبط ده إلى درجة معينة؟ هو الطرف الرئيسي اللي هي إيران،
ففي قنوات تواصل مع أطرافها، بمعنى أن الولايات المتحدة بالفعل بتخطر الأطراف الأخرى. النهاردة تخطر بيه مش بالضربة أو بعدم الضربة، النهاردة الضربات الأولى على اليمن كانت ضربات رمزية. هتقولي لي إزاي ضربات رمزية وهو القوات البريطانية والأمريكية دخلت وضربت وعملت؟ كويس كويس، لكن بنك الأهداف لم ينفتح، يعني الولايات المتحدة فتحتش بنك أهداف، تمام؟ يعني بمعنى أصح، إذا كانت هدتة المصالح الأمريكية بحق كانت الولايات المتحدة دخلت بعمل عسكري على الأرض في اليمن، لأن المسافة صفر بين حضورها وقواعدها في اليمن. لكن هي لا تريد أن تتورط، لا تريد أن تدخل في مصر عمليات جديد، خصوصا مع العملية الانتخابية الأشهر الحاسمة. في ضوابط لإدارة الصراع، الضوابط دي محكومة، حضرتك بتلتزم بيها وأنا بلتزم بيها، لا خروج عنها. لكن إمتى نخرج عنها؟ إذا هددت المصالح بالفعل. النهاردة المصالح الأمريكية لم تهدد في الإقليم بالصورة اللي احنا شايفينها، وبالتالي لم يحدث ضغطا على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب. وما يحدث في البحر الأحمر ليس ضاغط، هو ضاغط على الاقتصاد العالمي، بس ليس ضاغط بنسبة يعني تزيد من التوترات. الأطراف الرئيسية حضرتك اللي في البحر الأحمر هي الأطراف، الدول الجوار، الدول الرئيسة في منطقة البحر الأحمر، وليس فقط المصالح الأمريكية. المصالح الأمريكية لها بدائلها ولها خياراتها ولها حركة التجارة الخارجية، لكن أنا بقول حضرتك المصالح العسكرية والاستراتيجية. المصالح العسكرية والاستراتيجية إذا تضررت حضرتك، الولايات المتحدة ستوقف حرب غزة فورا. النهاردة بالفعل تملك الولايات المتحدة هذا الإجراء إذا تضررت. النهاردة إحنا في إطار ده، النهاردة الولايات المتحدة بتتكلم حضرتك بعتالك بلينكن في الإقليم، هو مش جاي يتفسح، هو جاي بيقول لحضرتك أنا جاي عندي رؤية نهدي الموقف، نبدأ نتكلم. اللقاء بتاع باريس، اللقاءات اللي هي ترتيبات جارية، الهدف إيه؟ إن أنا عايز أهدي. النهاردة أنا بتكلم في تهدئة لمصلحة إسرائيل وللترتيبات الأمنية. النهاردة إحنا كمصر خلينا فرنسا تتكلم على خيار حل الدولتين، خلينا بريطانيا تقول اعملوا دولة فلسطينية، كل ده مصر قالته. ما إحنا قلنا مصر الرئيس السيسي لما طرح فكرة الدولة منزوعة السلاح في الأول من حوالي شهرين، صحيح. النهاردة هم بيقرروا هذا الكلام بصورة أو بأخرى. بريطانيا وما أدراك ما بريطانيا منذ الوعد المشوم، يعني النهاردة هو بيكلمك على دولة فلسطينية، بيتكلمك أسبانيا، بيتكلمك الدول الأوروبية، خلاص بدأنا نسلم أن هناك دولة فلسطينية يجب أن توجد إلى جانب جوار الدولة الفلسطينية. الحديث بالحديث، يعني خليني أسأل حضرتك يا دكتور عن فرص ترتيب البيت الفلسطيني الفلسطيني من الداخل في هذا التوقيت. أنا في تقديري أنه الأشقاء الفلسطينيين عليهم أن يعجلوا بهذه الخطوة. زي ما قلت لحضرتك، حماس هتبدأ تناور بطبيعة حسابات، جزء منها هو مرتبط أنها تبقى في المكون أو المعادلة الفلسطينية. إحنا عندنا عنوان كبير قوي اسمه السلطة الفلسطينية. إذا أرادوا خيرا أن السلطة الفلسطينية يعاد تعويم دورها، أن حضرتك تدي لها صلاحيات، تدي لها مخصصات مالية. الإسرائيليين لغاية النهاردة ساحبين المتحصلات الجمركية مش عايزين يدوها. الحاجة الثانية، الولايات المتحدة تحول الأقوال إلى أفعال، هي عايزة بتقول قيادة جديدة، عايزة إعادة تأهيل. ده قرار فلسطيني ليس قرار أمريكي ولا قرار أي دولة، قرار أمريكي في هذا الإطار. الأشقاء الفلسطينيين عليهم أن يعلوا على خلافتهم، لابد. وده كلام اللي مصر قالته حضرتك منذ سنوات، آن الأوان للفلسطيني أن يتوحدوا. لازم نصلح البيت الفلسطيني، لازم نجدد شرعية النظام الفلسطيني بكل مؤسساته، وبالتالي نتحدث هنا عن صوت فلسطيني واحد. بطبيعة الحال نحن نتمنى أن يتوحد الموقف الفلسطيني، وطبعا احنا تحركنا، مصر تحركت طبعا في الحوار الفلسطيني وبذلت فيه مجهودات جبارة. آن الأوان أن هم يعملوا ده. السلطة الفلسطينية الداعم الأكبر ليها مصر، احنا شهادتنا مجروحة عشان نقول هذا الكلام، لكن احنا بالفعل جزء المساعدات اللي داخلة قطاع غزة، جزء ان احنا واقفين ظهير كامل، جزء ان احنا بنفكر العالم يا جماعة في قضية فلسطينية، احنا بنقدم القضية الفلسطينية مرة أخرى للعالم. دي نقطة مهمة جدا حضرتك، إعادة تقديمها للواجهة الدولية، ونحن نطبق قرارات الشرعية الدولية. دي نقاط مهمة، العالم الآن يتذكر القضية الفلسطينية من خلال مصر ومن خلال التحركات المصرية. الدول العربية بتتحرك، جهد عربي أيضا معانا، الأردنيين بيتحركوا معانا، الأشقاء في الخليج، لكن بطبيعة الحال الهم الأكبر لنا تحركنا هو مصر. بالعودة مرة أخرى لداخل الأمريكي، لا يخفى على أحد الدور الروسي من قبل فيما يتعلق بالإشارات للهجوم، الهجمات السيبرانية وغيرها، بإشارات تواجد دائم روسي وصيني فيما يحدث في المشهد الأمريكي بشكل أو بآخر. هل هناك من جديد في الفترة القادمة برأيك؟ تدخلات يعني طبعا دي ساحة يعني هيشتغلوا عليها طبعا الروس والصينيين. من أفضل بالنسبة لهم؟ روس
الروس عندهم حضور هيقوموا بدور، لان الولايات المتحده قامت بادوار كثيره في محاوله لاختراقات الداخل الروسي بصوره او باخرى، يعني مش هيفوتوا هذه الفرصه، يعني هيبقى عندهم امكانيه. لان احنا دلوقتي خليني اقول لحضرتك نقطه مهمه، او احنا في عالم متعدد الاقطاب، البعض يقول احنا لسه بنشكل لكن احنا في عالم متعدد الاقطاب. اه صحيح ان القدرات الامريكيه لا تزال متقدمه بصوره كبيره، لكن القدره العسكريه تكلم على القدره الاقتصاديه للصين، الروس بيتحركوا، لكن الروس لا تنسي ان عندهم مشكله في موضوع العقوبات الاقتصاديه المفروضه عليهم، انهاكم في موضوع اوكرانيا، في تفاصيل كثيره. لكن في النهايه انت امام عالم متعدد اقطاب، علينا ان نحجز مكان فيه في ظل الترتيبات الجاريه. خلي بال حضرتك اذا نجحت غزه بترتيباتها الامنيه ستكون نموذج لما يجري في الاقليم يعني نموذج لما سيجري في الاقليم من تسويات، وهتتم مقايضات كبرى في الاقليم. المقايضات الكبرى في الاقليم ده انت عندك المساله الليبيه لم تحل، عندك المساله السودانيه فيها تطور، في حاله من عدم الاستقرار في مناطق متعدده وبؤر في صراعات في الاقليم. اذا نجحت الترتيبات الامنيه حضرتك في قطاع غزه بتدخل دولي او غير دولي ووضعت الترتيبات الامنيه، ستكون نموذج لما هو قادم في الاقليم. النموذج القادم في الاقليم هيقوم بمعادله اسمها المقايضات السياسيه الكبرى، ان حضرتك ليكي ملفات وانا ليا ملفات في الادارات، ربما يحصل تفاعل بيننا، لكن في الاخر هو في جزء من اداره الصراعات وفق نموذج اتعمل. لو نجحت غزه هتبقى باقي الاقاليم. هل بيتم اعاده ترسيم او تشكيل المنطقه بشكل او باخر في الوقت الراهن يا دكتور؟ شوفي انا مش عايز اقول كلمه نتنياهو السخيفه ان احنا امام عالم وشرق اوسط جديد، ده احنا اللي هنرسم الشرق الاوسط. يعني الدول الرئيسه في الاقليم هي اللي هترسم الشرق الاوسط، عشان اكون امين مع حضرتك معاك، مصر هي اللي هترسم شكل الشرق الاوسط، لا اسرائيل ولا اي دوله اخرى، مصر هي اللي بتحدد البوصله. حضرتك بصي على مصر هي اللي هتحدد كل هذا الاطار، مصر وليس اسرائيل وليس اي دوله اخرى. الحقيقه انه يعني انا ذكرت هذا الامر لانه مش بس من تصريحات نتنياهو، ولكن الكثير من الاوراق التحليليه اللي بتخرج عن طبعاً تحركات بايدن في 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 المنطقه، انه بشكل او باخر يتعامل مع مستقبل جديد للشرق الاوسط. لن تحدده اسرائيل، اللي هتحدد شكل الشرق الاوسط برغم كل هذه الترتيبات الدول الرئيسه في الاقليم، على راس الدول الرئيسه في الاقليم هي مصر. هي اللي هتحدد بوصله كل ما يجري، مش في غزه بس، خلي بال حضرتك العالم بينتظر منك دور، بينتظر من مصر دور. كل التحركات الاوروبيه الخارجيه والاخيره احيانا يجي لك في اخر زياره، يجي لك في كذا، لكن هو مدرك ان مصر هي اللي بتحرك، مصر هي التي تقود بصرف النظر عن اي مناكفات بتحصل يعني في الملفات السياسيه والاقتصاديه وغيره. وحضرتك تعلمي حجم التامر على مصر في مراحل معينه، لكن احنا بنتكلم على ان مصر هي اللي هتحدد البوصله، الدول الرئيسه في الاقليم هي اللي هتحدد البوصله. هتحدد بوصله ايه؟ اي خيارات إذا تمت أي ترتيبات، لن تتم ترتيبات على مصر. هي اللي وقفت قدام، بالمناسبة قدام صفقة القرن، مصر اللي وقفت قدام الإدارات الأمريكية الجائرة التي لم تعطي حقا للشعب الفلسطيني. احنا سجلنا ده مع الرئيس الأمريكي الحالي والسابق في أمور كثيرة، وأفشلت مصر مجهودات كبيرة، طلبوا ناتو عربي، مصر هي اللي وقفت قدامه وقالت إيه الترتيبات الأمنية الجائرة. التحالف البحري دول عديدة طرحت وبعض الدول خبت نفسها، مصر كان ليها موقف مباشر. أما سيادة الرئيس وجه رسالة للرأي العام المصري في زيارة بلينكن مش اللي فاتت، اللي قبليها، أمام الرأي العام حديث مباشر على الهواء. إحنا لا نتحمل خطابين، خطاب معلن ومش خطاب معلن. مصر دولة كبيرة بتتحرك بأسس رئيسية مفهومة وسند داعم للأشقاء الفلسطينيين، والقضية مش مساعدات فقط ودعم طبيعي، ده أمر احنا بنعمله، لكن بطبيعة الحال نقل رسالة إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، وإعادة المقررات الشرعية تتحط في إطارها، عشان نقول إن لازم تقوم دولة فلسطينية. ضربت مثال، سيادة الرئيس قال دولة منزوعة السلاح، بعديه بشهرين كل الزعماء والقادة العرب بيطرحوا هذا الكلام دلوقتي، والأجانب يعني لما يكلمك بريطانيا، وهي وبريطانيا من هي بريطانيا، تتكلم على دولة، هذا الكلام من فكر مصر. المبادرة اللي أنا قلت لحضرتك عليها، المبادرة الثلاث مراحل المصرية، بعد كم شهر كررها الأوروبيين بعشر نقاط والبريطانيين في خمس نقاط، نفس الأفكار، وبالتالي الجميع ينظر وينتظر من مصر دور في هذا الإطار. أخيرا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. شكرا لحضرتك يا دكتور. مشاهدينا الكرام، قبل الختام يعني خلوني أقول لحضراتكم هذا النبأ، حيث تعاقد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع كل من الإعلامي خالد عليش والإعلامية مريهان عمرو لتقديم حلقات بودكاست بعنوان على الرايق، وذلك ضمن سياسة الشركة التي تتبنى استراتيجية جديدة لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع المصري والأجيال الجديدة على وجه الخصوص،
النصوص واستمرارا في تنفيذ استراتيجية الشركة للتحول الرقمي وتدعيما لمشروعها الجديد لتقديم أكبر بودكاست عربي. وتستعرض الحلقات الحياة الزوجية وأهم تحدياتها ومشاكلها، ويستعرض كل من عليش ومريهان أهم هذه المفارقات من خلال تجارب حية من واقع الحياة، حيث يستضيفان في البودكاست الكثير من الخبراء أو المتخصصين أو مشاهير الأزواج لتقديم تجاربهم مع ما يواجهونه يوميا من تفاصيل عائلية مشابهة وما ينتج عنها من مواقف طريفة أحيانا ومربكة أحيانا أخرى. وأنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.